السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم ادخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين اللهم اجعلنا ناصرين للحق مؤيدين له عاملين به داعين اليه اللهم اجعلنا على طريق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هداه مهديين هادين بهداك بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلنا في الصالحين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع الصالحين واجعلنا صادقين صديقين مخلصين مخلصين ربانيين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم احمنا واحفظنا واكرمنا واهدنا اللهم اصرف عنا السوء وعن بلادنا وعن سائر المسلمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وصلنا معكم في كتاب التزكية تصوف أهل السنة نتحدث عن فضيلة التصوف فيبين الناظم ابن البنا السرقسطي أن أهل التصوف نالوا فضائل التصوف بطريقين طريق سلوك وطريق صفاء فمنهم من أكرمه الله لصفاء قلبه ومنهم من اجتهد حتى يصفي قلبه فأما من كان عنده الصفاء فلاجل صفائه اكرمه الله ودله وهداه ليس في قلبه خبث يحب الله يعظم الله يريد مرضاته لا يؤذي احدا فالله تعالى يوجه قلبه الى الخير لما فيه من صفاء ونقاء والاخر يرى ضعفه وكسله ويرى ابتعاده ومعاصيه فيبذل جهده في السلوك والعبادة وتطهير نفسه ومجاهدة نفسه حتى يصل إلى مثل ما وصل الأول. الأول قد يكون قليل العلم، فيطلب العلم نتيجة صفائه، والثاني يطلب العلم ليصل إلى الصفاء، وكل ذلك مقبول وكل ذلك موجود، لكن ابتداءً، هل أنت تعرف أن الله تعالى سيكرمك؟ أم أنه هو طلب منك أن تجتهد في طريق كرامته وفي طريق الإصلاح وفي طريق الطاعة والاجتهاد؟ فما دمت لا تعلم أن الله سيجتبيك ويهديك أنت مطالب بأن تتخذ أسباب الهداية وتجتنب الأسباب التي يضلك الله فيها او يغويك او يبعدك وخلاصه هذين الطريقين اللذين ذكرهم الله الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فهناك فهناك ناس اشتباهم الله تعالى فجعلهم أولياء اصطفاهم اختارهم وهناك ناس هداهم بعدما هم انابوا واقبلوا على الله سبحانه وتعالى لكن انت لا تعرف هل سيجتبيك الله ام لا هل سيصطفيك هل سيدخلك في اوليائه فلا تنتظر حتى هو يكرمك يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا يسأل عما يفعل فما دمت لا تعرف انه كتب لك ذلك انت مطالب بطاعته والعمل بالطريق الذي يوصل الى المطلوب يوصل الى هدايته وهو انابتك اقبالك على الله رجوعك الى الله توبتك انابتك الى الشريعه رجوعك اليها والى احكامها تعلمها اعتقاد الحق كل ذلك يفتح لك باب الهدايه عند الله سبحانه وتعالى. فاذا انت اجتهدت في طاعه الله فقد وعدك بالهدايه، والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا فعلهم زادهم هدى عطاؤه. اما هؤلاء فاتاهم من عطائه قبل ان يجتهدوا. هاتان الصورتان موجودتان في المجتمع، نحن لا ننتظر هذه لاننا لا نعلم وجودها وانما نشتغل بهذه حتى ننال الهدايه باذن الله والكل في محل الاجتباء اي مهما اجتهدت فانه يهديك وهدايته نوع اجتباء من الله تعالى لك هنا نظريا نقول الاصل ان يجتهد الانسان الأصل أن يجتهد الإنسان في طاعة الله في ترك المعصية في الإقبال بعد الإيمان ومعرفة الحق ومعرفة العقيدة الحق بعد ذلك ينتظر عطاء الله وكرمه وإحسانه وهدايته وتوفيقه وينتظر منه الثبات والإكرام وحسن الختام إلى غير ذلك من عطايا الله هذا نظريا لكن من حيث الواقع لا نستطيع ان نلغي الفئه الثانيه فهي موجوده سواء كانت قليله او كثيره فلا نستطيع ان نقول هذه ليست موجوده هناك ناس ربما عامه وليس عنده كثير علم ولا كثير عمل لكن يقوم بالفرائض يحب الخير قلبه فيه صفاء عنده حب وتعظيم لله ربما اكثر من اهل الخصوص واهل الاجتهاد واهل العلم فهؤلاء يكرمهم الله تعالى ويبارك فيهم وربما تظهر عليهم الكرامه لكنه مع هذا قد لا يكون اهلا للمشيخه الثاني كونه سلك في طريق العلم واجتهد الطريق وجربه ثم اكرمه الله يكون اقرب الى رتبه المشيخه، لكن مع ذلك قد يجتبي الله تعالى انسانا ويكرمه بالمشيخه والهدايه والتربيه كما اكرمه ابتداء بصفاء قلبه وصلاح نفسه. قال الشيخ رحمه الله: والقوم في ذاك اي في سلوكهم الى الله وفي تحصيلهم لفضائل التصوف ومقاصده على فرقين على حالتين او فرقتين او طريقين وحكمهم فيه على ضربين على نوعين ففرقه طريقهم مبنيه على العقائد وحسن النيه عندهم عقيده سليمه تجاه الله تجاه اسمائه وتجاه نبيه وتجاه الاخره وعندهم حسن نيه وحسن توجه قالوا بان النفس كالمراه ينطبع الماضي بها والاتي أي قال العلماء والعارفون في السلوك النفس هذه كالمرأة والمرأة أينما وجهتها ترى ما وجهتها إليها فإذا كانت نفسك صافية كالمرأة الصافية عندئذ تلتقط أشياء من الخير والهداية لا يلتقطها الناس فإن صفت نفسك حتى لو افترضنا قل علمك وعملك فصفاؤك هذا سيدلك على العلم والعمل. فقالوا هذه النفس كالمراه. وهذا ايضا سياتي معنا معناه فيما بعد. فان الانسان حينما يكشف عن بصيرته فهذه النفس مراه. تستطيع ان ترى الاشياء. لكن بما ترى الاشياء؟ بصفاء هذه المراه وحسن مواجهتها للخير والحق فقال وإنما يعوقها أشياء هذه النفس التي هي كالمرأة يعوقها ترك المحاذاة أو الصداء إما أنها مصدية عليها صداء وسخة فلو وجهتها ما بتشوف مغبش أو ترك المحاذاة يعني لم توجهها الوجهة الصحيحة وجهتها هكذا رأيت هناك وجهتها هكذا رأيت هناك فهل نفسك متجهة إلى الله إلى الآخرة إلى مرضاة الله عندئذ ستجد هذه النفس عطايا وهداية من الله وإن توجهت إلى غير ذلك فسدت وخربت والعياذ بالله أيضا شبه هؤلاء أصحاب هذه العطايا والاشتباء بتشبيه آخر قالوا وإن العين قد تغور وإنما يخرجها الحفير يقول العين عين الماء انت تحفر في الارض لتخرج الماء تحفر في الارض لتخرج الماء لا تدري كم هو عمق الماء الذي تخرجه ان حفرت قليلا هنا حفرت قليلا هنا صرت تجرب لا تدري متى تصل؟ لأنك حفرت كثيرا وتعمقت قليلا، لكن حينما تهتدي بهداية الله أو تصحب الصالحين الذين هداهم الله يدلك على موضع الماء القريب، كما تأتي إلى المهندس صاحب هذا الاختصاص إلى منطقة أنت نظريا قد تقول هنا أقرب ربما الماء، ربما في الوادي أقرب، ربما هو يقول لك احفر على رأس الجبل. وإذا بالماء ينبع فتحتاج إلى حفير إلى إنسان مثابر مجتهد وقد قلنا من قبل لكم إننا في هذا الزمان الفجر قريب والنبع قريب لأن فساد البيئة يقابله الله لنا بالإكرام السريع أجر العامل منهم أجر خمسين منكم فتحفر قليلا لكن تنال كثيرا. هؤلاء وجهتهم الواحدة إلى الله وعدم التخليط جعلهم قريبين من الله ينالون المقصود عن قريب. ويلخصها أهل السلوك بكلمة يقولون من طلب الحسنات اجتهد ها هنا وها هنا وبقي يرى العمل ومن طلب المحسن فكل طاعاته وكل حسناته تصب في اناء واحد وفي طريق واحد. انت متعبد وهذا متعبد لكن هذا يلتفت الى حسناته وهذا يلتفت الى المحسن سبحانه وتعالى. قال واجمعوا ان علاج الاصل اقرب للبرء معا والنيل. يقول لنا أصلا ابقى على الصفاء خير من أن تعايش المعصية وتنحرف ثم تريد أن ترجع الإنسان لو حافظنا على تربية أولادنا من أول يوم كان صاروا أولياء ابن عشر سنين ابن خمسة عشر سنة وهو ولي لكن نحن نتركهم حتى يزيغوا ويلتهوا ويتعلق باشياء ثم نريد ان نردهم فنتعب كثيرا وهكذا في شان انفسنا لما يجرب الانسان معصيه ويستلذ بها يجد صعوبه في مجاهدتها والتخلص منها لكن ان لم يستلذ بها بل استلذ بالطاعه فعندئذ تبقى نفسه في الاقبال ولا يتعب في ترك المعصيه والتخلص من التعلق بها. وهذا نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد وصححه العلماء شبه الاسلام بالطريق المستقيم وان الله تعالى جعل في قلبك واعظا يدلك على طريق الله وان اوامر الشريعه والقران يعظك ان لا تترك هذا الطريق ولا تخرج ولا تجاوز حدود الله وتخرج يمينا وشمالا. فمن جمله ما قال: واعظ الله في قلبك يقول: لا تلجه او لا تدخله، هذه الابواب الخارجه عن الطريق المستقيم انك ان تدخله تلجه. اما الواحد بيعصي معصيه تعاود اليه كره وكره. بعض الناس ترك بعض المعاصي أيام الشباب حينما تزوج وعادت إليه بعد عشرين سنة بعد خمسين سنة وهو ابن ثمانين فأحذر من أن تدخل في المعصية أصلا وهذا حال هؤلاء من البداية عاشوا في صفاء وإقبال فطهرت نفوسهم ولم يحتاجوا إلى مجاهدات النفس. وأجمعوا أن علاج الأصل أقرب للبرء معا والنيل تريد أن تبرأ أن تكون بعيدا وبريئا من المرض والانحراف وتريد أن تنال الخير عندئذ ابق على أصل الفطرة التي خلقها الله خلقك الله عليها التي خلقك الله عليها لا تلوثها فتحتاج إلى تعب كثير قال فما اليه ابدا نشير هو علاج النفس والتطهير ان تبقى النفس على طهرها وان تبقى مسدده بعيدا عن المعاصي القلبيه والاخلاقيه والظاهره عن المعاصي الفكريه والعمليه قال وهذه طريقه الاشراق مش فلسفه الاشراق وانما طريقه النور طريقة الهداية كانت وتبقى ما الوجود باقي يعني وإن قلنا الأفضل يبدأ الإنسان بالعلم ويجتهد لكن هذا موجود لا لا تستطيع لا تستطيع أن تلغيه وينطبق على هذه الحالة وهذه الفرقة كثيرا من النصوص تحدثنا عنهم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بالتقوى يفرق الإنسان بين الحق والباطل بجعل من الله بتوفيق من الله يجعل لكم فرقانة تفرق بين الحق والباطل وفي الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا صدق وأراد الخير وبحث عنه فالله يهديه شيئا فشيئا حتى ينال أعلى المراتب في القرب إلى الله سبحانه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم فهذا القلب اذا صلح عندئذ توجه الى الله وجهه صحيحه وهدي من الله سبحانه وتعالى ويقول الاولياء وعلماء السلوك مرد ذلك الى مساله واحده تصحيح القصد الى الله ولذلك الداء الذي هو يشمل كل داء هو اعوجاج النفس عن التوجه الى الله فقال الشيخ احمد زروق فأصل كل داء قلبي انما هو فساد القصد انما هو فساد القصد فإذا كان قصدك أن ترضي الله كل خير يأتيك أما إذا أنت راضي عن نفسك لن تطلب الرضا من الله لن تطلب الخير لن تبحث عن أخطائك لتصلحها فتعيش في الوهم لأن يقينك بالله ضعيف أنت لست بمعظم لله أنت معظم لنفسك وشهواتك هذه المرآة التي هي النفس ينبغي ان ننظفها ان كانت وسخه كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما تذنب تنكت في قلبك نكتة سوداء تتوب تنظفها تزول والا ان كثرت المعاصي غطت على هذا القلب على هذه المرآة مرآة النفس طهارة النفس صفاء النفس روحانيتك تميتها بذنوبك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والانسان اذا بدا في طريق السلوك الى الله، وهذا نوجهه رساله الى الدول والحكومات. ينبغي ان نصنع من ابنائنا اولياء وصادقين وصالحين من الصغر. لن نرى منهم جرائم. لن نرى الا مواطنا صالحا لن نرى الا اولياء وصالحي اخلاق لن نرى الا ربانيين وصادقين ومجدين ومنجزين شاب نشا في طاعه الله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم سبعه يظلهم الله منهم هذا الذي نشا في طاعه الله له ميزه صحيح قد يذنب الانسان ويبتعد ثم يتوب ويصل مراحل عاليه لكن فرصه الذي لم يدخل في السوء ولا في الكفر ولا في المعاصي ومن بدايته وهو في اجتهاد فرصته ان ينال ان ينال شيئا اعلى. يلخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحوال القلوب وأحوال الناس فيذكر لنا أصحاب هذه القلوب الطاهرة كما يذكر ما يقابلها وهذا الحديث الذي سنذكره يعده أهل السلوك من أهم الأحاديث في التزكية يلقي الضوء على حقائق الناس ودرجاتهم فهناك قلب مؤمن قلب منور فيه نور. قلب اجرد تجرد عن كل الباطل وعن التعلق بكل ما سوى الله فليس في القلب الا الله ولا وجهه الا الى الله. كل شيء تنظر اليه من خلال الميزان الشرعي، الميزان الرباني. وانسان يعرف الحق ويدير عنه. يعرف الحق لكن يقلب الإناء لا يريد أن يتقبله لا يريد أن يملأ إناءه بالخير وإنسان أراد الشر ابتداءً وربط على قلبه لا يريد الحق يريد الشهوة والفساد لا يتقبل الحق ويستكبر عنه وإنسان يخلط بين هذا وهذا فقال صلى الله عليه وسلم: القلوب اربعه. طبعا هذا الحديث قبل ما نبدا به صح بالاسناد الصحيح عن حذيفه بن اليمان من قوله وروي باسناد فيه شيء من الضعف وحسنه بعض العلماء وبعضهم صححوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو افترضنا أنه ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء مثل هذا الكلام لا يقوله حذيفة من عنده. فهو في معنى المرفوع وفي حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، فيه فانوس، فيه ضوء، فيه قمر، فيه شمس يزهر. وقلب أغلف مربوط على غلافه. أغلف يعني عليه غطاء وغلاف مربوط كمان مشدود عليه بدوش الخير سكر على اللي فيه وقلب منكوس مقلوب وقلب مصفح أي له وجهتان مثل القرش فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره إذا لك نور ابحث كم عندك من هذا النور وأما القلب الأغلف فقلب الكافر لا يريد الحق مسكر على اللي عنده واما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم انكر فياتي الى هذا الاناء فيقلبه هل سيدخل فيه خير مهما اردت له من خير سيقع لن يستفيد اما المؤمن فيتلقى الهدى والنور والخير أما القلب الرابع وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق هنا ليس المقصود النفاق الاعتقادي الذي هو كفر وإنما النفاق العملي الذي هو معصيه وغالبا النفاق حينما يذكر في القرآن هو نفاق الاعتقاد وغالبا النفاق حينما يذكر في السنه هو النفاق العملي المعاصي. قالوا أما القلب المصفح يعني كيف القرش منقول طرة ونقش عربي وإنجليزي فكذلك هذا القلب له وجهتان هنا في آخر الحديث أمر مهم من قواعد التزكية ومعرفة السلوك وإصلاح النفس قالوا أما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. يقول لك هذا القلب له مدد، اما مدد من الخير واما مدد من الشر، والعياذ بالله، ما الذي يمد القلب؟ معصيتك تمد القلب بالظلمه مجالستك لاهل السوء والدنيا تمدك بالشر والسوء نيتك الفاسده غفلتك امور كثيره تغذي هذا مجالستك للصالحين تذكرك بالله تنور هذا القلب ذكرك اعمالك الصالحه استغفارك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيجي مدد من الخير بتلاقي عنده أعمال صالحة وبقوم الليل بيجي مدد من الشر بروح إيش بيعمل معصية وبيرجع إلى شهواته فبقول لك هون في مدد وهون في مدد عند هذا الإنسان المخلط اللي له وجهتين فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه يعني أنت مطلوب تجيب هذا المدد كثر من خيراتك استغفارك مجالستك للصالحين وتقطع هذا المدد عن قلبك حتى يزداد النور شيئا فشيئا فيصير القلب كله نورا فقال واما القلب المصفح فقلب فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقله يمدها الماء الطيب البقله النبت الخضراء تؤكل هذه معروفه وتتغذى بالماء كثيرا فإذا في ماء تنتعش وتمتلئ بالماء وتطعمك وإن جف الماء ماتت فقلبك يحتاج إلى مدده البيئة الصالحة والأعمال الصالحة والإيمان ومثل النفاق فيه كمثل القرحة القرحة يعني الالتهاب يكون في عندك جرح والتهب ما الذي يمده يخرج قيح ويخرج دم هذا مثل النفاق، انت قاعد بتمده بشيء مقرف. يمدها القيح والدم فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليها هذه رسالة لنا غذي دواعي الخير في نفسك، دواعي التذكير بالخير، البيئة الصالحة من حولك، مجالسة الصالحين وهكذا، حتى تغذي هذا النور الذي في قلبك. إذا هؤلاء أهل الإشراق أشرق النور في قلوبهم بما عندهم من صفاء وصدق فصدقهم هذا يغذيهم ويمدهم يمدهم الله تعالى به الفرقة الثانية هو بعيد عن الله صاحب معاصي تعبان يحتاج إلى إصلاح فيبدأ بطلب العلم طلب العلم عقيدة وفقها وسلوكا ثم يجتهد في العمل ويجاهد نفسه في القيام بالفرائض وترك المعاصي. حتى يتنور هذا القلب فيصير مثل ذاك فيما بلغ من صلاح وولايه. قال وفرقه قالت بان العلم من خارج بالاكتساب اسماء، يعني اشاره الى ان الحاله الاولى العلم كانه اتاه من قلبه نتيجه صفاء هداه الله. اما هذا تعلمه علما من الخارج اكتسبه من العلماء والكتب ونحوها وشرط العلوم في اصطلاحه لماذا قالوا هذا اسماء قالوا يخشى على ذاك الانسان انه ان لم يكن بلا علم ان تتخطفه الشياطين والاوهام من هنا احب العلماء ان يكون الانسان يبدأ بالعلم حتى لو رايت ان الله هداك وامورك طيبه احرص على العلم لذلك قال الصوفية من أئمة التحقيق والتصوف قالوا كن فقيها صوفيا لا تكن صوفيا فقيها يعني يخشى أن تتمادى في بعض الأوهام نتيجة الجهل فتحمل الفقه على ما توهمت لا خذ العلم أولا ومنه انطلق في تصوفك فقال وشرط العلوم في اصطلاحه حتى يتحقق هذا النوع الذي اصطلحوا عليه أن يسموه طريقة البرهان كما سماها لا بد من العلوم شرط العلوم إذ لا غنى للباب عن مفتاحه تصير مهندس تتعلم علم الهندسة بدك تصير طبيب تتعلم علم الطب بعدين بتمارس وكذلك الولاية وطريقها فليس للطامع فيه مطمع ما لم تكن فيه علوم أربعة وهي علوم الذات والصفات اشارة الى علم العقيدة والفقه والحديث والحالات اذا اربع علوم علم العقيدة علم الفقه ولو بالحد الادنى متن خفيف تاخذ اهم ما تحتاجه كمسلم وعلم الحالات اللي هو علم التزكية واحيانا كل هذه العلوم الثلاثة الحد الادنى من العقيدة والفقه والتزكية كانوا يسمونه علم الحال اي الذي لا ينفك عن انسان يجب على كل انسان فرض عين الرابع الذي ذكره قال الحديث الحديث هو عامي لن يكون مخرج احاديث وميز صحيح من ضعيف ولن يكون مستنبط ولن يكون فقالوا انما ياخذ من الحديث ما يرغبه ويرهبه يرغبه بالله وبالعمل الصالح ويرهبهم من المعصية والفساد وكذلك يمكن أن يأخذ من علم التفسير ما يناسبه من مثل ذلك قال وهذه طريقة البرهان وهي لكل حازم يقضان تلك سماها طريقة الإشراق وهذه سماها طريقة البرهان مبنية على علم ودليل ومنطق شرعي وعقلي فلذلك تكون اثبت واضمن للانسان كما قلنا تلك الطريقه قد لا تضمنها فهذه هي الطريقه الطبيعيه التي يطلبها كل انسان عاده. وهي لكل حازم يقضى أن انسان انتبه الى اخرته يريد ان يقبل وحازم بهمه ونشاط يقبل على ذلك. ثم ذكر في فضل التصوف عدة صفات ينبغي أن تكون عند الصوفي أو وجدت عند الصوفية فكانوا بهذا أفضل الناس قال ونسب الصوفية للكمال ونحن قلنا من قبل إن هدفنا من التصوف أن نبلغ الكمال الكمال البشري كمال العبودية أقصى ما نستطيع أقصى ما تستطيع هو كمالك قال فالصوفي يسعى إلى هذا الكمال وضربوا معناه في المثال ضربوا له اربعه امثله ومن مجموع الامثله الاربعه ايضا ضربوا له مثالا خامسا فقالوا فشبهوه باربعه امور الهواء التراب النار الماء ما وجه الشبه بين الصوفية وبين هذه الأشياء الهواء عالي والصوفي همته عالية يترفع عن السفاسف والمعاصي والمحقرات شبهوه بالتراب أو بالأرض فالأرض يدوسها كل الناس وتتحمله والصوفي قالوا كالطريق كل الناس يدوسه وهو يحتمل كل ذلك فيتحمل اقصى حد من اذى الناس ولا يؤذي احدا بل يقدم لهم الخير وشبهوه بالنار قال النار لها ضياء كانوا يحطوا شعله نار يهتدي بها الناس فهو صاحب هدايه معلم من معالم الهدايه في اعماله في اخلاقه في سلوكه يدل على الحق ويمكن ان تقول هو نار لانه يحرق هوى نفسه. وشبهه بالماء قال لان الماء يسقي الناس. وهذا لما اهتدى وصلح حاله لم يكن فقط مهتديا بنفسه بل يوصل الهدايه الى الناس ويسقيهم مما دله الله وعلمه. وهذه التشبيهات الجميله هكذا ينبغي ان يكون المؤمن في علوه وكماله ثم اجتماع هذه الاربعه يتكون منها وصف اخر سنذكره قال ونسبوا الصوفيه للكمال وضربوا معناه في المثال فهو كالهواء في العلو همة وترفع عن الباطل مشتكبر على الناس ثم كمثل الارض في الدنو تواضع، وتذلل، وتحمل ثم كمثل النار في الضياء يضيء وينير ثم كمثل الماء في الإرواء يروي ويحسن عدا عن أن الماء صافي وهو كذلك في صفائه كالماء قال فهو إذن للكائنات حاصر إذ صار في معناه كالعناصر هذا الإنسان المهتدي الذي يهدي غيره اذا جالسته اثر فيك كما ورد في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم اذا جالسته يزول عنك الشقاء فاذا كان من يجالس اهل الذكر وهذا الحديث في اهل الذكر والذين يجتمعون على الذكر لا يشقى جليسه فكيف هو عند الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يريدنا أن نصل إلى حالة نكون عونا للناس أحيانا لما إحنا من راقب السالكين إلى الله في واحد كل شوي بده دفشة كل شوي تلاقي بيضعف وبده تذكير كل شوي بيتكاسل وبده واحد ساعده كل شوي بغيب عن المجلس مجلس شيخه ويحتاج أن يذكر ليش غبت يا فلان في إنسان هو يذكر غيره هو ينهض بغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذول الناس قليل جدا فأهل التصوف يسعون إلى أن ينالوا هذه الرتبة رتبة الراحلة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الرتبة؟ يقول الناس كإبل مئة الناس كإبل مئة هذه الألف لا تقرأ لا تكاد تجد فيها راحلة إيش قصة الراحلة الإبل بين كل مئة إبل حتى تلاقي لك راحلة الراحلة اللي بيحطوا عليها الهودج ويقعدوا النساء فيها والراحلة هذه الإبل المتماسكة التي لا تهتز كثيراً عادة أكثر اللي بتهتز لو حطينا عليها الهودج بتوقعه فبفتش وين في إبل راحلة حتى يختاروها لهذه للنساء حتى يختاروها للهودج وللنساء حتى تكون مشيتها مستقيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أكثر الناس ما بيحمل بيوقع الحمل من كل مئة واحدة فقط من كل مئة واحد هو راحلة هو يحمل الناس هو يعين الناس كن حاملا للناس بعلمك كن حاملا للناس بمالك كن حاملا للناس بأخلاقك كن حاملا للناس بجاهك أي نعم الإمام الخطابي رحمه الله بقول يعني معقول في من كل مئة واحد قال والله في زماننا وهو في القرن الرابع 370، 80 تقريبا. قال ما فيش هذا. قال أكيد الأمر يفهم على وجه آخر. قال في اللغة يقال فلان عنده إبل أي 100 من الإبل. قال فلما قال الناس كإبل 100 يعني 100 في 100 يعني بيطلعوا من كل عشرة آلاف في واحد وهذا في زمن الخطابي فكيف في زماننا يعني هو النص تشبيه أنه اللي بيحمل الناس قليل فنحن نريد منكم طلاب العلم أن لا تقولوا أين المشايخ والله مش شايفين مشايخ في الأردن مش شايفين مشايخ في هالبلاد ما فيش ولا شيخ تصوف كويس ما فيش كذا وانت حضرتك ليش ما تكون هذا الانسان الصالح المهتدي الذي يحمل الناس اليس فرضا عليك ان تؤدي هذه الثغره ان تجتهد في العلم وتجتهد في العمل وتجتهد في الدعوه وتجتهد في التربيه وفي البيئه الصالحه وفي كل باب حتى تكون واحدا من اولئك الرواحل الامه تحتاجك تحتاج جهدك وصدقك اف عن المعصية اف عن اللغو والغفلة إلى متى ثم الشيخ كما قلنا أخذ من هذه الأمور الأربعة وصفا آخر للصوفية قال فهو إذا للكائنات حاصر هل أنت تحصر الكائنات والكون والعرش قطعا لا أنت ذرة في الكون الأرض كلها ذرة فكيف الإنسان؟ إذا إيش معنى حاصر؟ للكائنات يعني للمكونات للمواد للعناصر إذ صار في معناه كالعناصر يعني اللي فيها الكون موجود فيك وهذا الآن ثابت علميا لكن هو تكلم قبل 600 سنة تقريبا على مستوى علوم زمانهم فنفهم هذه القضية الهواء يقولون قديما هو حار رطب والتراب بارد يابس والنار حار يابس والماء بارد رطب كان الطب في زمانهم والى حد قريب مبنيا على هذه القضايا جسم الانسان فيه مكونات الارض مكونات الارض تراب وهواء ونار وماء وكل واحده لها صفاتها قل هذه الصفات موجوده في الانسان فاذا اختل واحد منها اختلت الحراره او اختلت الرطوبه او اختلت البروده او اختلت اليبوسه عندئذ اختل جسم الانسان فمرض فكانوا يستكشفون أين الخلل في جسم الإنسان في هذه الأمور فيعالجونه على ضوء ذلك طبعا هذا احنا بنقول عنه تخلف لكن هو في زمانهم كان غاية التقدم هنا وجه التشبيه انه قال لك هذه العناصر اللي في الكون طبعا احنا اليوم لما احنا درسنا في المدرسة كانت العناصر 116 فيما اذكر اليوم تجاوزت 150، 156 ويمكن 200 الى آخر كل شوي بيستكشفوا عناصر. لما كنا في ذلك الوقت ما عندنا غير هذه العناصر، العناصر الاخرى موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده لكن نحن لا نعلمها. واليوم الطب بيكتشف انه كل هي العناصر موجوده في جسم الانسان. وان اختلال فيتامين واحد او معدن واحد فيها يختل به جسم الانسان وقد يمرض وقد يموت. فكذلك نفس المبدا يقول لك الصوفي اجتمعت عنده هذه العناصر بتوازن. كان كاملا وان شئت شبه الموضوع بالعناصر التي عرفتها البشريه والتي هي مكونات الخلق والارض والمريخ والقمر وغيره. فكذلك وجود هذا التوازن في نفس الإنسان هو الذي يعطيه كماله ومن جملة توازن الإنسان أنه يجعل وقتا لله يجعل وقتا لنفسه يجعل وقتا لأهله لضيفه وقتا للعلم وقتا للعبادة فهذا الإنسان يجتهد في طلب العلم لطلب العلم وقت، يجتهد في العباده للعباده وقت، يجتهد في اغراض دنياه في عمله الدنيوي وهكذا يعيش بتوازن يقوم بحق بحق الله عليه كفرد، يقوم بحق الله عليه واحدا ضمن مجتمع ينبغي ان يؤدي فيه رساله وان يكون عونا للخير وهكذا. هنا ختم الشيخ هذا الفصل بقوله قال وفضله اشهر من ان يجلى، فضل التصوف التصوف الصحيح الرباني الراجع الى الكتاب والسنه الذي هو مقام الاحسان والصدقية لا يحتاج الى من يدل على فضله وواضح انه النموذج الاعلى بين البشريه وفضله اشهر من ان يجلى من ان يظهر وقد ذكرنا منه نزرا جملا يعني شيء قليل وفي بيان اصله دليل اي ما ورد في الفصل الاول من تحقق بذلك وكان مستندا الى ذلك الاصل الشرعي ايضا سيكون له فضيلته بذلك وفي بيان اصله دليل يعلم منه الشان والتفصيل. هنا نذكر قول الشيخ احمد زروق يقول التصوف شان عالي جدا وكل القلوب بتحب التصوف عبر التاريخ. لكن لانه عالي كان الناس اي ملحظ صغير راوه على الصوفيه ينكرونه عليه، بينما الانسان العادي بيغلط اغلاط كثير بيقولوا عادي لكن لما الصوفي يغلط بصير محل انتقاد لذلك كان الصوفيه تحت المجهر فقال الشيخ احمد زروق اجتمعت القلوب على حب التصوف لانه نظيف والنظيف يتدنس بادنى شيء لابس دشداشه بيضه ما وسخه صغيرة أتبين عليها قال فكل ما نسب له مما ليس منه عد عليه في أشياء ليست من التصوف لكن نسبت إلى التصوف وصاروا يتهم التصوف بسببها عند من لا معرفة له به فأنكره وإلا فالتصوف هو حقيقة النظافة والكمال والطهر والقرب من الله والاجتهاد والهمة ومعرفة مقصد الحياة والقيام بحق الله في المجتمع وفي النفس وفي كل باب من ابواب الخير والهدايه والتعاون. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه الفصل الثاني فضيله التصوف لنبدا في الفصل الثالث في احكام التصوف. في الفصل القادم الثالث سيتكلم عن اهم احكام التصوف وهذه المنظومه خلاصه تركز على اهم المعاني وسياتي باعظم حكم وهو سير السالك من اول نقطه الى نهايه السير الى الله ان يتحقق بان يكون ربانيا وليا ويصير شيخا مربيا، طبعا لا يعد نهايه لان الانسان يبقى يتقرب الى الله سبحانه، لكن هو نهايه سلوك وقد صار واصلا. لكن هذا سيتكلم عنه كله في الفصل التاسع ويبدا حديثه عن الكلام عن الشيخ لانه يعني بدك تسلك بدك مين يدلك فما هو دليل ان الشيخ امر مقبول وامر مطلوب في التصوف وفي السلوك وفي التربيه سيبين لنا ادله ذلك ونزيد على ما ذكر ثم يبين لنا اجتماع الانسان مع اصحابه مع تلاميذ الشيخ مع المؤمنين مع اهل العلم مع اهل الخير وهذا ايضا له اثره في السلوك ويحتاج اليه ويبين لنا ما يتعلق بالطعام واللباس وما يتعلق به الناس ويبعدهم عن الله بسبب خلل في النظره الى هذه الامور يحدثنا ايضا عن السماع والانشاد والمديح وأثره في السلوك خطره من جهة وأثره من جهة يحدثنا عن بعض آداب السفر يحدثنا عن موضوعات أخرى سناتي إليها تفصيلا إن شاء الله تعالى فهذه الأحكام تعطي صورة إجمالية وفيها أهم ما يحتاج في السير إلى الله تعالى إلى الدرس القادم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك